طريف باش تشوفوها بلي هي راه زوينه. ها هي فنه وراقيه وكتجي زوينه وكميه كتجي كبيره. فقط زلافه ديال الكوك وزلافه ديال السميده كتعطيكم هذه الكميه. يمكنها تبقى لكم حتى سيمانه ما تخسر ما والو. كديروها في الثلاجه. ها نتوما شوفوها كيف دايره. فنه 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 زوينه زوينه ورطيبه رطيبه بحال الكيكه. كتجي رطيبه بحال الكيكه. تنتمنى انكم تجربوها مع وليداتكم وضيافكم. وشكرا لكم وعواشركم مبروكه. ما تنساونيش اخوتي بواحد لايك بالنسبه للناس اللي معايا دائما. كنشكرهم بزاف. والناس اللي دخلوا الى عجبهم هذا المحتوى ديال هذه القناه يديروا لي ابوني. وشكرا لكم بارك الله فيكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايره الصحيحه؟ كلشي بخير؟ عواشركم مبروكه؟ كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الهجري. الله يدخل عليكم ان شاء الله هذا الشهر بالصحه وبالسلامه وبالتيسير. وباش كتمنوا يا ربي، باش كتمنوا نتوما وليداتكم، واللي عليه شي حزه الله يفكها عليه. ونتمنى انكم تكونوا فرحانين وبخير وبسلامه. والله يحد الباس على الجميع، الله يشافي الجميع، والله يحد علينا هذا الوباء يا ربي. اليوم الصراحه بغيت ندير معكم واحد الكيكه باش بهذه المناسبه. بغينا نفرحوا الوليدات وبغينا نفرحوا راسنا، بغينا نفرحوا الوليدات ونفرحوا راسنا. غندير معكم واحد الكيكه السميده باللبن. كيكه السميده باللبن يعني اللبن الحامض. كتجي فنه وكتجي رائعه رائعه رائعه. بقاو معايا لاخر الفيديو. ما تنساوش لي بواحد الا دخلتوا لا فيديو بواحد لايك، وما تنسونيش بالمشاهده. الله يخليكم ليا دائما. وشكرا لكم اخوتي على التشجيع ديالكم. الله اللي غادي يخلصكم. شكرا 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 بزاف. ونتمنى انكم تكونوا ناشطين وماشطين وفرحانين وسعدانين. وان شاء الله يتزول علينا هاد الغمه يا ربي. الله يزول هاد الغمه على الجميع يا ربي يا ربي. اللي عنده شي حزه الله يفكها عليه، واللي مرض الله يشافيه يا ربي. المهم الله يشافي الجميع. كنتمنوا الخير للجميع اخوتي. وكنتمنوا اللي مرض في السبيطار الله يشافيهم. اللي يا ربي ديما كنهزو كفوفنا للسماء وكنقولوا يا ربي يا ربي الا درنا شي حاجه الله يسمح لينا. فنتمنوا الخير يا ربي، ونتمنى تزول علينا هاد الغمه وهاد الحال اللي حنا فيه. الحمد لله يا ربي. ونقولوا الحمد لله على كل احوال. نقولوا الحمد لله والشكر لله. المهم غنصاوب معكم اليوم كيف قلت لكم واحد الكيكه بالسميده والكوك واللبن. بسم الله على بركه الله. غادي ندخلوا دروكا المقادير كيف كتشوفوا معنا. عندنا الخمارات هنا، ثلاثه الخمارات حمرين، ثلاثه الخمارات حمرين هنايا. خمارات الحلوه عاديين، خمارات الحلوه هادو. عندي هنا فاني، جوج فانيات بيضين، فاني ديروا السائل ولا هذا اللي موجود عندكم. عندي كاس الزيت كيف كتشوفوا، كاس الزيت، كاس العنبه، كاس اتاي ديال الزيت. عندي ربعه ديال البيضات متوسطين، هما بدرجه المطبخ، ما كانوش في الثلاجه، كانوا سميتو في درجه المطبخ. عندي جوج الكيسان ديال اللبن، اللبن الحامض، ماشي بالنسبه للدول الاخرين، ماشي الحليب، ماشي الحليب، هذا اللبن خاطر. عندي كاس ديال الماء، كاس ميه غير كاس، ولا نتوما بدلوا هذا الكاس ديال الماء بدلوه بكاس الليمون. المهم انا عندي جبدت هي فيها غير الماء، كيجيني زوين فيها الماء. عندي هنا كاس تاع دقيق الفورس، كاس واحد نتاع دقيق الابيض، كاس هانتوما تشوفوا. عندي شويه ديال تزيين بالنسبه لك، انا بغيت ندير نزين هكا وكا، وانتم زينوا باش اللي عندكم نتوما كاوكا وفستق اللي كاين موجود زينوا بهاد الكيكه، ما عندهاش شي حاجه كثيره. اللي بغيتو تزين نتوما اختياري. عندي زلافه الكوك، زلافه الكوك هذا، او جوز الهند بالنسبه للناس اللي كاينين جوز الهند كيقولوا لي جوز الهند. هذا عندي زلافه ديال الكوك وزلافه ديال السميده، السميده الرقيقه الحلوه، يعني السميد تاع البسبوسه او الخيشين. المهم هذا هو السميد. عندي زلافه عامره، زلافه عامره. هذا الشيء اللي كاين في هذه الكيكه. غادي نمشيو دابا باش نخدموها
وغادي نشوفو نكملو تاني ليكم اللي ما شافش راه غادي يعاود تاني يعاود في المقادير. بسم الله على بركه الله غادي نرجعو غادي نهرسو البيض دروك. نتمنى تكونوا كتشوفو مزيان وكتشوفوني. غادي نكحازو شويه غنجيبو البيض غنهرسو البيض غادي نهرسو 4 البيضات. اكيد انا هاد الكيكه راه كاينه في القناه ودرتها ولكن انا غنعاودها للناس اللي جدد الناس اللي دخلوا معايا جداد غادي نديرها معاهم. درنا 4 بيضات غادي نخلط البيض نتمنى هو البيض شفتوا كنخلطوا واحد شويه غادي نديو الخليط نتاع البيض يتقرب لينا هكا. غادي نزيدو عليه الزيت غنزيدو عليه الزيت ونخلطو. نزيدو عليه الفانيلا جوج باكي ديال الفاني جوج هما اثنين باكيات اثنين زيدو. كنبقاو كنخلطو الخليط مزيان كنبقاو كنخلطو الخليط من بعد غادي نديرو كيسان ديال اللبن هذا اللبن غنديرو جوج الكيسان ديال اللبن هانتوما كيف كتشوفو اللبن الحامض جوج كيسان يعني 2 كوبايات بتاع اللبن الحامض. كنبقاو كنخلطو مزيان غنضيفو كاس ونص بتاع السكر نسينا السكر ما حطيناش المهم حتى في التليفون واجيب السكر هجيب الميه كاس بتاع ميه كاس الماء حنا كنفسرو غير باش تفهمونا اخوتي بالنسبه للدول الاخرين كنبقاو نقولو باش تفهمونا نتوما حطيت كاس الميه دابا اش بقى ليا دابا بقى ليا الكوب ودقيق الفرن وسميده كنبقى كنخلط الخليط وغادي ندي كلشي للطراب الكهربائي باش تبقى ليا السميده ما غاديش نديرها في الطراب السميده ما غاديش نديرها في الطراب لحق السميده ما كتطحنش حنا بغينا السميده ما غاديش نطحنوها غادي نخلطو غير الخليط ديال البيض وديال السكر وديال الفانيلا با تبقى لينا الخمارات غنديروهم في الاخير مع السميده الخمارات غنديروهم في الاخير مع السميده والكوك حتى هو ما غاديش نطحنوه بغينا باش تجينا هذيك هاد الكيكه تجينا سميتو تجينا حرشه شويه حقاش فيها السميده. غادي نضيفو هاد الكاس نتاع دقيق الفرن ضفنا كاس نتاع دقيق الابيض وحنروح نجيب السكر السكر الخشن كاس ونص اصلا ما حطيناهش في المقادير نسينا عفوا الغلط بيوقع الغلط كيوقع علينا الغلط عندنا كاس ونص ديال سميده السكر غادي ندي هادشي للماكينه وغادي نزيد السكر تنسي السكر ما حطيتوش غنبقاو نطربو بحال هكا نمشيو نقلبو البيض ونعودو رجعنا معكم باش نكملو معكم هاد الكيكه السميده والكوك هانتوما كيف كتشوفو هنايا طربنا مزيان ديناه للطراب دينا البيض للطراب طربناه مزيان تقريبا نتوما شوفو الرغوه ديالو
البيض واللبن ودقيق الفورص، تقريبا كاس ديال دقيق الفورص كيف شفتوا معانا. دابا بقات لينا جوز العند او الكوك، بقات لينا زلافه الكوك، وبقات لينا زلافه ديال السميده، وبقات لينا الخمارات، الخمارات ثلاثه الخمارات والسكر. السكر ما ضفناش لاننا ما حطيناش، دابا عاد حطيناه. غادي نضيفوا دابا السكر، كميه السكر على حسب الذوق ديالكم، على حسب الحلاوه ديالكم كي بغيتوا. بحال هكا كنزيدوا، درنا كاس عامر، كاس ونص ديال السكر. غادي نبقاو نحركوا، غادي نضيفوا جوز الهند او الكوك، نضيفوا هاد الزلافه كلها، تقريبا زلافه ديال زلافه الكوك. كنبقاو كنطربوها، كنطربو غير بيدينا. السميده على حساب الخليط، السميده على حساب الخليط بحال هكا. وغادي نجيبو السميده وغنبقاو نضيفوها بشويه بشويه، السميده على حساب الخليط. عندي هنا تقريبا نص كيلو ديال السميده نتاع الحلوه، نص كيلو، نص كيلو ديال السميده. وكنبقى كنخلطها مزيان حتى يتعقد ليا الكيكه ديالي. كتجي هاد الكيكه فنه 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 زوينه. ولا بغيتو تزيدو المذاق ديال الليمون ممكن تزيدوه. تزيين غادي نخليه لكم نتوما، الا بغيتو تزينو الواجهه ديالها باللوز ممكن تزينو باللوز، بتزينو بكاوكاو ممكن. يعني افكار كثيره في هاد الكيكه. ضفنا قبصات الملحه، قبصات الملحه حتى هي قبصه ملح راه درناها ملي كنا كنخلطوا البيض في الخلاط. نحنا خلطنا البيض في الخلاط، بيض مع اللبن مع يعني كل خليط خلطناه في الخلاط الكهربائي. ومن بعد رجعنا باش درنا السميده دروكا ودرنا الكوك. صافي دابا ها هي، غادي نضيفوا الخميره وصافي. غنجيبها في القالب وغنشعلوا عليها الفرن. الفرن عادي، كتشعلوا الفرن وكتحطوا الكيكه ديالكم، ما كاينش ليها شحال كثيره، كتشعلوا الفرن مع الكيكه. غنديروا الخمارات ديالنا، يعني ثلاثه الخمارات الحلوه، واحد جوج ثلاثه الخمارات، وكنخلطوهم مزيان، كنخلطوهم مزيان مزيان. كنحاولوا نخلطوا ديك السميده وداك الكوك باش تخلينا فهاد. والقالب نتوما اللي عندكم، القالب اللي عندكم. انا درت هاد الطاوة عندي، انا بغيت ندير دهنتها بشويه ديال هاد الطاوة عاديه ديال الفرن، دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيتها بشويه السميد. يعني رشيتها بشويه السميده، ما بغيتش ما غاديش نرشها دقيق الفرن. سمحوا لي عفوا، هكا كنبقى نخلط هذيك السميده حتى تخليها مزيان في الخليط. دابا البيض مخدوم هنا وكلشي مخدوم، كتبقى لي غير هاد السميده باش تخليها مزيان. صافي غادي نديرها في هاد نحاول ندخل هاد السميده. صافي سالينا، غادي نجيبو الطاوة ديالنا وغادي نصبو فيها الكيك. كنهزو ايدينا ونبقاو نديرو بحال هكا حتى نعمرو الطاوة ديالنا ونديوها للفرن. هادي هي الكيكة ديال السميد واللبن، هادي ديال الكيكة ديال السميد والكوك واللبن. كتجي فنة 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 فنة. وغنديوها للفرن دروكا
ونتلاقاو في الطبق التقديم. صافي ها هي كيف كتشوفوا، غادي نمشي نشعل الفران وغادي نطيبها وغادي نزينها بالكاوكاو، غادي نطحن الكاوكاو فقط، هذا كاوكاو او لوز او اي حاجه عندكم كاينه اللي كاينه في الدار، او فقط تخليوها هكا كيف غادي تطيب وتخليوها هكا ترشوها بشويه الكوك من الفوق. انا غنزينها بشويه ديال الكاوكاو والواجهه ديالها غادي نطحنو وغنزين الواجهه ديالو وصافي. هادشي اللي كانت من انا تعجبكم، وغادي نمشيو نطفيو التليفون وغادي نمشيو نطيبوها في الفران. هانتوما كيف كتشوفوا الكيكه ديالنا اللي صابنا معاكم، الكيكه ديال السميده وجوز الهند، كتجي زوينه ورائعه. هانتوما شوفوا الكميه ديالها كتنفخ، كتجي زوينه. زينا الواجهه ديالها، درنا شويه المربى ورشينا بشويه ديال الكاوكاو، وانتوما تقدروا ديروا لوز ولا جوز ولا اللي موجود عندكم. كيكه كتجي رائعه ديال تديروا فيها اللبن، رائعه كيكه اللبن والسميده والكوك. انتم شفتوا المقادير اللي درت فيها، انتم غادي نشوفوا لكم واحد الطريف باش تشوفوها بنايه، راه زوينه ها هي فنه وراقيه وكتجي زوينه وكميه كتجي كبيره. فقط زلافه ديال الكوك وزلافه ديال السميده كتعطيكم هذه الكميه، يمكنها تبقى لكم حتى سيمانه ما تخسر ما والو. كديروها في الثلاجه، هانتوما شوفوها كيف دايره، فنه 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 زوينه زوينه ورطيبه رطيبه بحال الكيكه، كتجي رطيبه بحال الكيكه. تنتمنى انكم تجربوها مع وليداتكم وضيافكم، وشكرا لكم وعواشركم مبروكه. ما تنساونيش اخوتي بواحد لايك بالنسبه للناس اللي معايا دائما، كنشكرهم بزاف. والناس اللي دخلوا الى عجبهم هذا المحتوى ديال هذه القناه يديروا لي ابوني، وشكرا لكم بارك الله فيكم.